أهلا متابعي قناة الملوك. اليوم وأنا أتفقد طيور الباجي لاحظت أنثى الريمبو بهذه الحالة. كما تلاحظون الأنثى فيها زي الحالة النفسية. طبعا أول مرة ألاحظ هذه الحالة في الأنثى. كما تلاحظون الأنثى تتحرك بشكل غير طبيعي. كما تلاحظون تحركات الأنثى غير طبيعية، والأنثى والذكر طبعا منسجمين مع بعض، يعني لا توجد أي مشاكل. وهذه الحالة أول مرة أشاهدها في طيور الريمبو. طبعا عند تفقد القفص وجدت بيضة، هذه بيضة يوجد بها فرخ ميت، يعني البيضة لم تجهز، البيضة مكسورة وموجودة على أرض القفص. لاحظوا تصرفات الأنثى غير طبيعية جدا. وهذه البيضة، الآن سوف نتفقد العش ونلاحظ ونشاهد باقي البيض. البيض مكسر داخل العش كما تلاحظون، هذه البيضة مكسورة وأيضا يوجد بيضة مكسورة والبيض متناثر داخل العش. بصراحة لا أعرف ما هو السبب. كما ذكرت لكم الأنثى والذكر منسجمين ومتألفين بشكل غريب، ولكن هذه الحالة غريبة جدا. نلاحظ أن الذكر يحاول أن يهدي الأنثى، ولكن الأنثى حالتها النفسية جدا تعبانة. كما تركزون الذكر يحاول أن يهدي الأنثى، ولكن الأنثى معصبة جدا. كما تلاحظون هذه البيضة كان يوجد بها فرخ، يعني لم يكتمل. نلاحظ أن اللون الأحمر يعني أن البيضة كانت مخصبة. بصراحة حالة غريبة جدا. الأنثى جت لها حالة نفسية لاحظها معصبة جدا. كما تلاحظون البيض مكسر داخل العش، يعني هذا الانتاج، انتاج الريمبو انتهى. لا حول الله ولا قوة الا بالله، قدر الله وما شاء افعل. وهذه ايضا بيضة يعتبر الفرخ جاهز.
وهذه هذا البيض مكسر طبعا، هذا البيض لا حول الله ولا قوة إلا بالله. السبب هو أن الأنثى كسرت جميع البيض، ولا أدري ما هو السبب. السبب هو الحالة النفسية للأنثى، كما لاحظت أن الأنثى كانت تتحرك بغير طبيعي. يعني يوجد سبب ولكن الله أعلم. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وانتظرونا في مقطع قادم إن شاء الله.